عندي وعي على هذا الموضوع اللي تطلب مني نهضر فيه من طرف ناس في الانستغرام وفي يوتيوب النيت. ممكن تابونا في القناة ورقم مر الإعلان. مرحبا بك في الإعلان ديال كورس الاجتماعيات. إلا عندك السيزيام أولا باك علمي أو لا باك حر علمي، عندك باك ليبر علمي سيونتيفيك، التحق بهذا الكورس ديال الاجتماعيات اللي غيخلي عندك المادة متكاملة وتفهمها بسهولة. الكثير من الناس خدم معهم هذا الكورس وسهل عليهم المادة بامتياز. ثمن ديال الكورس وطريقة الدفع تواصل مع هذا الرقم على الواتساب يعطيك معلومات، أو لا تدخل من الرابط اللي كاين لتحت وتواصل مع المكلف. نفترضوا أخي أو لا أختي ما جبتيش مزيان في الدورة الأولى، واش إلا بقيتي كتفكر في المشكل بلا ما تفكر كيفاش تحل المشكل، واش غادي توصل شي نتيجه في الدوره الثانيه او لا في يعني السنوات الجايه عندك في القرايه ولا في الخدمه ولا في شي حاجه؟ الدوره الاولى بمثابه كتكتشف الاخطاء والحوايج اللي ما كنتيش عارفهم قبل ما تدخل لهذا المستوى الدراسي اللي كتقرا فيه. انت شوف، ريح ريح وتامل في المواد اللي كتجيب فيهم والمواد اللي ما كتجيبش فيهم، وشنو النقاط ديال القوه اللي تيخليوك تجيب في مواد ونقاط الضعف اللي ما تيخليوكش تجيب في مواد اخرين. الدورة الثانية هي الفرصة الكبيرة اللي عندك اللي ممكن تخرج فيها كاع داكشي اللي تعلمتي منه الاخطاء اللي درتي. وهكا خدامين حنا من نهار تولدنا كنغلطوا وتنصحوا. كنت زادينا يعني في كل شيء كنديره صحيح، غادي على الدقه على الله نتولدو غنتولدو كنتمشاو، كين كنتولدو كنزيدو نكبرو كنحبو شويه كنزيدو نحبو كنحاولو نتمشاو كنزيدو نحبو كنحاولو نتمشاو تنفشلو تنعاودو نتمشاو حتى كنوصلو وتنوليو نتمشاو. هذه هي الطريقه باش خدامين حنا البشر، حتى كنطيحو على ديك الطريقه الصحيحه شي نهار، كندوزو بزاف ديال الطرق غالطين حتى تنطيحو على شي طريقه صحيحه اللي تتخدم معنا. دونك الا كنتي كتظن انك ما جبتيش مزيان او لا فعلا ما جبتيش مزيان في شي مواد ولا شي حاجه، عرف بلي هذه راه فرصه. بالعكس ما خصكش تقلق، خصك تفرح، حيتاش هذه فرصه فين تبدل الوجود ديالك وفين تحدى داكشي اللي غلطتي فيه في الدوره الاولى. وعرف بلي الانسان راه كيغلط، كاملين كنغلطوا، وهادشي اللي كاين. ما تنساوش دعواتكم مع الطفل ريان. شكرا على الاستماع، الى اللقاء.